أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات. يعني حلقات متتابعة يعني في شهر سبعة لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع اللي ولا المغرب كقوة اقتصادية وكقوة إقليمية صاعدة في حوض البحر الأبيض المتوسط أو في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، والمخاطر اللي كيلقى وأشنا هي أفق هذه القوة الاقتصادية وعلاش يعني يغيب هذا الأمر الجزائر وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، ويعني وتخلقت واحد اللوبيات يعني تعاكس المصالح الوطنية للمغرب. فهذا الحلقة هذه غادي نشيروا لواحد تقرير مهم لينزو، هو مركز التفكير الألماني واللي قدم فيه واحد الورقة للحكومة الألمانية حول جنوب البحر الأبيض المتوسط، والمقصود هنا المغرب والجزائر وتونس. والخلاصة ديال هذا التقرير كتقول أن تونس أصبحت دولة منسية، وبهذا الوصف كتعني بأن أوروبا تخلت عليها عن دعم هذا البلد والمآزق دياله وكذلك التعثر دياله اقتصاديا نتيجة عدم الاستقرار السياسي اللي كتعيشه هاد البلاد، هذا محاولة يعني بعد الربيع العربي والأزمات المتلاحقة اللي كتعرفها تونس والأيادي الخفية اللي بغى نهج هذا البلد خصوصا من طرف الجزائر. ورقة هذا المركز يعني مركز التفكير الألماني هذه كتدق ناقوس الخطر حول الصعود المغربي الكبير على المستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والأمني مقابل عدم قدرة الجزائر على التزحزح من بلاصتها ومن المكان ديالها. وحسب هذا التقرير غادي يخلق واحد عدم توازن رهيب بالمنطقة المغاربية وبجنوب البحر المتوسط، وربما غادي يشكل خطر على المصالح الأوروبية خصوصا نظرا للموقع الاستراتيجي للمغرب، وخصوصا إلى خضينا في الاعتبار الشراكات الجديدة اللي انسجها المغرب والتحالفات القوية اللي انخرط فيها خصوصا مع تنوع الشركاء الولايات المتحدة الأمريكية والهند وروسيا والصين واليابان، والابتعاد شيئا فشيئا عن ترسانة الاتحاد الأوروبي وخلق من جديد علاقات متجددة مع بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي. الحكومة بطبيعة الحال الألمانية شافت هذا التقرير وطلعت عليه مزيان، وعلى ضوء هذا التقرير بدأت مجموعة الاتصالات المكتفة مع حكومة الكبرانات والجنرالات في الجزائر، وهذا ما يفسر العدد الكبير خلال هذه السنتين ديال الزيارات المتبادلة والخاطفة للمسؤولين ديال ألمانيا وديال الجزائر وكثرة خطيبيطي بين الجزائر وبرلين. ألمانيا كذلك دارت اتصالات مع فرنسا ولامتها على عدم فرملة المغرب وكيفاش ما قدرتش تحافظ على التوازن ديال القوى في المنطقة خصوصا بين المغرب والجزائر. ربما هذا التقرير ديال هذا المركز التفكير الألماني والتوصيات اللي جا بها وهو اللي خلى ألمانيا تناور أو تخلق واحد النوع ديال المناورة وتضرب في العمق ديال المصالح الاستراتيجية ديال المغرب محاولة منها الحد من السرعة اللي غادي بها وخلق التوازن المنشود في المنطقة لصالح كبرانات الجزائر. كمثال على هذا الشيء قضية التجسس الأخيرة ما هي إلا حلقة من حلقات مسلسل مازال طويل لتقويض هذا الصعود الاقتصادي للمغرب وهذه الحركية والدينامية اللي كيعرفها المغرب على المستوى الأمني والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وكذلك على المستوى الاجتماعي. في الحقيقة المغرب أصبح مستهدف بشراسة وبعنف وبكل وسائل الكبح الجماح ديالو وإجهاد هذه المحاولة الطموحة، لأنه باغي برهن أنه يمتلك
القرار الاقتصادي والسياسي ديالو وماشي كيتفتح عليه من فرنسا ولا من ألمانيا ولا من طرف إسبانيا. أشنا هي الخلاصة اللي بغينا نخرجوا منها من هذا الشيء؟ الخلاصة هي أن ألمانيا ومن في جلبابها والكبوت ديالها وعلى شاكلتها من الأوروبيين اللي كيحاولوا يضربوا تحت الدف وكيخلقوا يعني الكثير من التعثرات والمشاكل للمغرب باش يفرملوا هاد الدينامية اللي بطبيعة الحال دينامية اقتصادية ودبلوماسية اللي غادي بها المغرب في احتلال المواقع اللي كتخلي سواء فرنسا أو إسبانيا أو الجزائر والمغرب كيعمر هذه الفراغات بخطى أو بخطوات ثابتة. المغرب كذلك عازم على المواجهة بنوع بالعقلانية وضبط النفس وبالصمود وبشجاعة كبيرة وفيها واحد تفكير عقلاني أنه غادي القلب ديال الأشياء اللي هي الاقتصاد، أنه خلق مجتمع صامد ومتماسك على المستوى الاجتماعي. من طبيعة الحال الكبرانات ديال فرنسا كيدفعوا بسخاء من مقدرات الشعب الجزائري ليلا ونهارا ومجوعين الشعب الجزائري ومفرطين في الأموال ديالو لصالح الإعلام ولصالح يعني لوبيات اللي كتمص المال الجزائري دون أن يستفيد منه الجزائريون. خلاصة نهائية أن المغرب الآن وفي هذه اللحظة هذه يؤدي ضريبة كبيرة كقوة إقليمية صاعدة وفي تنوع الشركاء دياله، ولكن لا عزاء لأموال النفط والغاز اللي كتخسر هنا ولهيه من أجل تقويض هذه الحركية والدينامية اللي كيعرفها المغرب. أتمنى أن تدعموا هذا المحتوى وهذه القناة بهذا المحتوى، يعني ما تبخلوش علينا بالشراكات جديدة. كل الشكر وكل المحبة في تحليلات قادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.